أتليتيكو مدريد بلد الوليد، الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وإن شاء الله أتليتيكو مدريد وين في الشوط الأول في ظرف 28 دقيقة نص ساعة، وإن شاء الله وين 3 أهداف، يعني ألفارو موراتا في الدقيقة 18 وين سجل الهدف الأول، أنطونيو غريزمان الذي سجل في الدقيقة 23، وإن شاء الله وين ماريو الذي يضيف الهدف الثالث يعني في الدقيقة 28، وين أنه المباراة في ظرف 28 دقيقة، يعني أهداف لعب غلق، يعني شأنه كيفاش وين خاصة أتليتيكو مدريد اللي معروف بالخطة تاعو اللي دخل بخطة 4-1-4-1، شأنه كيفاش وين البلد الوليد اللي دخل ب5-3-2، يعني وين كانت رغم ذلك وين كانت المباراة متساوية 48% نسبة استحواذ أتليتيكو مدريد، بلد الوليد وين 52% نسبة استحواذ، 476 تمريرة للبلد الوليد، 426 تمريرة للأتليتيكو مدريد، من شأنه وين أتليتيكو مدريد اللي دخل بالتشكيلة تاعه، يعني يان في الحراسة، موليان كذلك، ماريو، مانديب يعني كوكي اللي خرج في الدقيقة 75، ماركوس، توماس، أكسيل يعني من أخي كوريا، ألفارو موراتا، أنطونيو غريزمان، وين شاهدنا الدخول يعني رودريغو، ساولو، يانيك، مافيس في الشوط الثاني، لكن شاهدنا كيفاش وين البلد الوليد يعني جوردي ماسيب يعني في الحراسة، جواد مليق يعني وين جواد خافيير لويس لوكاس ألفارو كيكي أوسكار سيرجيو شون، يعني وين رغم التغييرات اللي دارهم المدرب لكن بدون جدوى، شأن إيفان لوكاس يعني وين روكي لكن سيرجيو، لكن سيرجيو غوارديولا نافارو اللي دخل في الدقيقة 75 لكن بدون جدوى أمام نادي عرف كيفاش يعني يسيطر يسجل ويسيطر، يعني سجل وسيطرة، غادي نقولوا بلي اليوم أتليتيكو مدريد وين عرف كيفاش يعني يسجل في الشوط الأول، عرف كيفاش يفوز في هذه المباراة، نقولوا يفوز رغم أن راهم لاعبين 91 دقيقة، نقولوا بلي يفوز في هذه المباراة في الجولة 18، هذه هي أتليتيكو مدريد بلد الوليد الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وفوز أتليتيكو مدريد على بلد الوليد. ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد ان شاء الله، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خالتي، سعيدو.